بس ميتري خلاص، ما في داعي تلعبي مع الخطر. اتنازلي عن هي الدعوة فورا وانهي القصة بقى. بس هارش انا خلاص بقى ميتري، يعني ما شفتي شو بيقدر يعمل؟ رح يعمل اي شيء، مالنا بامان ببيتنا. رح احكي مع عمي ورح خبره. هارش استنى، الموضوع مانو متعلق فينا لحالنا، كتير ناس حياتها بخطر بسبب هذا الرجال ومو قدرانين يتصرفوا، ضروري انه نحط له حد. هارش ما رح اتنازل عن هي الدعوة ابدا. شو مشان عيلتنا ميتري؟ شو مشان سلامتهم؟ ما رح يصير شي هارش، نحن موجودين، فينا نحمي عيلتنا وولادنا. انا هلأ كتير بحاجتك، بدي اياك تكون موجود معي. لك انت فقدتي عقلك ميتري، ما رح وقف معك بهذا التصرف السخيف. هارش ما رح لاقي فرصة أحسن من هاي. هارش كتير متضايق، أنا لازم روح أحكي معه. هارش هارش معقول يكون طلع بهالسرعة؟ هي كانت مجرد حريقة صغيرة، الدمار الحقيقي لسه ما صار، خليكي ناطرة المفاجأة. حياة هارش ممكن تكون بخطر. عم بيرد علي. بس الباب مقفول. إذا هو طلع من البيت، الباب كيف انقفل؟ وكمان كل واحد من العيلة بغرفته. هذا بيعني إنه في حدا هون، في حدا هون، هو اللي قفل الباب. اعطيني اياها اخي. يلا اخي. ما في، ما حدا رح ياخذها. يلا اخي اعطيني اياها. لا ما في، انت صغير يعني. لسه لك بعده خلص، ما رح خاطبكم. يلا لا يلا لو سمحت، انت لسه صغير ما في سنه. لا لو سمحت. لا ما بقدر اعطيك اياها. لا 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 خلص. لا واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربع اولاد بدون أربع رصاصات. انبسطوا يا أولاد باللحظات الأخيرة يلي باقية بحياتكم، لأنه بعد شوي خالصين. لا 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 ما يلا في. اخي ما رح اعطيكم اياها. لو سمحت اخي. خليكم عندها.
شو في نانديش؟ شو صاير معك ابني؟ ماما، أنا فكرت إنه في حدا واقف ورا الباب وعم يطلع علينا. لا ابني، هي أنا. ما في داعي للخوف أبداً. خليك رايق حبيبي، وبدي إياك تنتبه منيح على أخواتك، ماشي؟ هلأ برجع. كروم، قولي لي وين حطيتي الكتاب اللي اشتريته امبارح؟ دور منيح، حطيته عندك. انت على طول وقت بترتبي الغرفة بتحط الاغراض بالمحل الغلط. انا بحط الاغراض بمحلها. ليكني لقيته. واخيرا. بدهن رصاصتين كمان، هدول الكبار هنن الاثنين، واربع اولاد مع ميتري، سبع أشخاص بسبع رصاصات، وعيلة ميتري رح تنمحى كلها من الوجود. ميتري تعي، ليش واقفة عندك؟ فوتي. شو انتي عم تتأكدي إذا أخذنا الدواء بعد الأكل أو نسيناه، مو هيك؟ إيه. ليكي، أخذنا الدواء. ها؟ يلا يلا لشوف. ليكي، هاي أخذنا أدويتنا، هلأ فيك تفوتي. ليش واقفة برا؟ ليش ما فاتت؟ ميتري، ميتري بنتي، يلا فوتي. من ساعة عم نادي لك، ليش ما فتي؟ أنا هلأ إجيت لهم، لكان خالتي مين شافت، ونانديش قال إنه شاف حدا. معقول؟ معقول في حدا فات على البيت؟ خالتي، أنا هلأ إجيت لهون، أنتي شفتي حدا هون يعني؟ ما حدا. شفتك يا بنتي. إيه؟ هي أنا بصراحة أجيت لهون لحتى أطمن عليكم، وبدي إلكن إذا لزمكن أي شي نادولي، ماشي؟ ديروا بالكن على حالكن. إيه؟ ميتري بنتي، فيكي شي؟ مانك على بعضك؟ إيه؟ لا لا عمي أبداً، ما في شي، بس كنت قلقانة على هارش. حدا منكن شافوا شي؟